السلام عليكم طلاب، مساء الخير. راح ناخذ اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية من الكارديو فاسكولار سيستم اللي هي الاسكيميك هارت ديزيزز. طبعا بالمحاضرة الأولى ما حكينا بالبداية على المحاضرات والسيستم اللي راح يصير مادة الجنرال ميديسن. إن شاء الله المحاضرات راح تكون بحدود 22 محاضرة. راح ناخذ نصفها في الفصل الأول والنصف الثاني في الفصل الثاني. المحاضرات راح تكون مقسمة، هي مادة الجنرال ميديسن طبعا، فد مادة كلش كبيرة وضخمة مثل ما شرحت لكم عليها بالمحاضرة الأولى. فالمحاضرات راح تكون مقسمة على الشغلات والأمراض اللي أكثر شيء تفيدكم كأطباء أسنان أو يحتاج تطلعون عليها. راح تكون شاملة على الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو الجهاز القلبي وتفاصيله بحدود 5 إلى 6 محاضرات، وراح تكون عندنا بحدود 5 إلى 6 محاضرات أيضا تابعة للهيماتولوجي اللي هو علم أمراض الدم والأمراض المصاحبة مالته والخثر وإلى آخره. وراح تكون عندنا كم محاضرة على الجي أي تي سيستم اللي هو الجاسترو انتستينال سيستم، هو الجهاز الهضمي. وراح تكون أتصور عندنا كم محاضرة أيضا على الإندوكرينيولوجي اللي هو علم الغدد الصماء، من ضمنها طبعا الدايبيتس اللي هو مرض السكري، وكم محاضرة أخرى متفرقة. فسارة راح تكون إن شاء الله المحاضرة الثانية التابعة للكارديو فاسكولار سيستم، راح نكمل كل الكارديو فاسكولار سيستم، وبعدين إن شاء الله نبلش بالسيستم اللي وراه. هاي المحاضرة هي الإسكيميك هارت ديزيز، يعني أمراض القلب التجلطية أو الوعائية أو التاجية. الكورونري introduction about this subject. Coronary artery disease اللي هو نرمز له بال CAD is the most common cause of angina and acute coronary syndrome and the most common cause of death worldwide. The World Health Organization has estimated that 3.8 million men and 3.4 million women die from cardiovascular disease each year. And since 1990, more people have died from cardiovascular disease than any other cause. فمثل ما نشوف كانترودكشن، الكورونري ارتري ديزيز، معنى كلمة كورونري معناها الفيسلز اللي هي سبلاي ذا هارت، فيسموها الأوعية الدموية التاجية أو الكليلية أو القلبية، كلها تعطي نفس المعنى، هي هاي الأوعية اللي تغذي القلب. اللي هاي المشاكل اللي يصير بيها احنا نسميها coronary artery disease، يعني المشاكل اللي يصير بالقلب من ناحية التجلطات والخثر والفشل إلى آخره، كلها بسبب coronary artery diseases. فده يبقى هو هذا coronary artery disease هو the most common cause of death worldwide، يعني أكثر سبب للوفيات بجميع أنحاء العالم بسبب coronary artery disease. It has been estimated that coronary artery is responsible for 10% of disability adjusted life years in low income countries and 18 in high income ones. نشوف نسبة الوفيات والديسابيلتي راح يكون باللو انكم كانتريز قليلة 10%، وبالهاي انكم تكون اكثر. ليش؟ يعني السببين، السبب الأول إنه low income countries نسبة الأعمار مالتهم لحد ما يتوفون راح تكون قليلة، يعني نسبة الأعمار يجوز عندنا بالدول العربية يجوز 70 سنة أو 75 سنة وتصير غالبية الوفيات بهالعمر، بينما بالدول الغربية عندهم مثلا نسبة الوفيات بعمر فوق 80 سنة. فهذين أمراض القلب تمشي ويا الأيج، كل ما الأيج يزيد راح يصير عندنا الاثروسكليروسيس، راح يصير عندنا الكورونري ارتري ديزيز يزيد اكثر. فلذلك هم بهذول الهاي انكم كانتريز راح نشوف نسبه الوفيات بهاي الامراض اكثر من اللو انكم. السبب الثاني الهاي انكم طبعا يكون بها الكير اكثر ويكون بها الانفستيجيشنز والدايجنوسيس اكثر من اللو انكم. اللو انكم مثال بلداننا والبلدان الفقيرة اللي ما بيها نظام صحي متطور، فراح تلقى غالب العالم يجوز يموتون بالبيت أو يموتون بشغلة معينة بدون تشخيص، فما يسجل عليهم إنه ذولا توفوا بسبب coronary artery disease، يسجل أي سبب مال الوفيات واطلع قبل.
فلذلك ما يصير اكو documentation واضح، بينما بالهاي income countries اكو documentation واضح واكو investigations و diagnosis، فلذلك تسجل حالات اكثر. زين الباثوجينيسيس مال الاسكيميك هارت ديزيز. In the vast majority of patients, coronary artery disease is caused by atherosclerosis, but rarely it can occur as a result of aortitis, vasculitis, and autoimmune connective tissue diseases. طبعا يبقى الاثروسكليروسيس اللي هو مرض تصلب الشرايين هو the most common cause of coronary artery disease، اللي هو طبعا بي اخذناه بالمحاضرة الاولى بي عدة عوامل ويمشي ويا الايج اوف ذا بيشنت، كل ما الايج يكبر وبي الدايت يعني فاكتورز وبي الايج فاكتورز وبي الديزيزز فاكتورز وهاي بتفاصيل وهايبرتنشن فاكتور، هذول كلهم يسببن اثروسكليروسيس ويطورا بالتقدم مالته، فلذلك هو يكون الميجر كوز اوف كورونري ارتري ديزيز، لذلك هو يمشي دائما ويا الايجينج. ممكن طبعا كورونري ارتري ديزيز تحدث ويا امراض ثانيه اخرى مثل ايورتايتس هو التهاب الشريان الابهر اللي هو اكبر شريان موجود بجسم الانسان، الفاسكولايتس بصوره عامه التهاب شرايين والتهاب أوعية دموية، ويكون مصاحب الأمراض كثيرة من ضمنها طبعا الأوتو إميون كونكتيف ديزيز اللي هي أمراض المناعية. Atherosclerosis is a progressive inflammatory disorder of the arterial wall that is characterized by focal lipid-rich deposits of atheroma that remain clinically silent until they become large enough to impair tissue perfusion or until ulceration and rupture or disruption of the lesion result in thrombotic occlusion or distal embolization of the vessel. طبعا اكو صورة هسه راح نشوفها يمكن توضح اكثر الاثروسكلوروسيس، هي مثل ما قلنا الاثروسكلوروسيس هي فد انفلاماتوري ديسوردرز يكون موجود بالجدار مال vessels. هاي الاثروسكلوروسيس نتيجة عدة عوامل تبدي تتكون، راح يصير عندنا فد ديبوزيت يعني فد ترسبات ليبيد ريتش، فد منطقة معينة من الفصص تبدي يتجمع بيها أو تنبني بيها الشحوم، هاي كلها يسموها أثيروما. هاي الأثيروما تبقى خاتلة بالفصل وول إلى فترة طويلة لحد ما تبدي هي تدريجيا ويا الزمن تكبر شوية شوية لحد ما تبدي تضيق الشريان، يسموها ثرومبوسس. كلمة ثرومبوسس يعني الشريان بدأ يتخثر بمكانه وثابت ودي يضيق لي، هاي الأثيروما تضيق لي المجرى مال الشريان. او ممكن يصير بيها شنو، يصير بيها ulceration يعني تنشلخ هاي الاثيروما اللي هي تجمع الشحوم اللي داخل الشريان وعدة عوامل وياه، تنشلخ وتتحرك من مكانها تروح الى مكان ثاني، مثلا هي متجمعة بشريان كلش عريض قطرة مثلا 4 ملم، راح تنشلع من هذا الشريان وتمشي بالدم توصل الى شريان صغير اللي هو مثلا قطرة 1 ملم تعصب، هاي يسموها embolism. فكلمة ثرومبوسيس هو تضيق الشريان والاثيروما باقية بمكانها بس تضيق الشريان، الامبوليزم هي لا تتحرك من مكانها، تتحرك من مكانها تروح الى مكان ثاني بوعاء دموي اصغر وتسبب لي اسكيميا ذاك المكان، يسموها امبوليزيشن. Atherosclerosis begins early in life with deposits of lipid in the vessel wall. قاعد يحكي عن الميكانيزم شلون راح تصير. الصورة سراويكم صورة افضل من هذا ال ايه هاي الصورة راح نشرح لكم عليها افضل من الباثوجينيسيس مال الاثروسكليروسيس. مثل ما تشوفون ال RLP هو remnant lipoprotein، هذا remnant شلون احنا بينا ويا كتابة الماوس remnant مستحيل. المهم أرد لكم إياه أفضل، هو remnant lipoprotein، هو واحد من أنواع الليبوبروتينز اللي موجودة. كخطوة أولى إيش راح يصير عندنا؟ مثل ما قلنا الأثروسكليروسيس هي راح تبدي early in the life، راح يبدي الديبوزيت مال ليبوبروتين
او الليبيدز بصورة عامة على الوول مال فصل. طبعا اكثر مكان يتجمع عليه اللي ممكن تتجمع عليه الاثروسكليروسز هي بالبايفوركيشنز مال فيسلز. بايفوركيشنز معناها اماكن التفرعات مال فيسلز، هنا تكون اكو فد شير ستريس ويكنس بهذا المكان ينقسم بالاندوثيليوم مال فيسلز، فهناك تكون ويك بوينت اللي ممكن تتجمع عليها الاثروسكليروسز. فمن من تبدي تتجمع يجي اللايبوبروتين، هذا عندنا طبعا هذا الفيسلز وول، هاي الطبقات مالته، هاي الطبقه الداخليه احنا نسميها الانتيمال لاير اللي هي اندوثيليال لاير، اندوثيليال لاير، وتبدي الانتيمال لاير واللايرات الباقيه. فاول شيء من اكو ريسك فاكتور وهذا ياخذ ليبيد هواي وهذا سموكر وهذا عنده هايبرتنسيف، راح يبدي اكو يصير فد ستريس على الوول، راح تبدي ذني الرمنت لايبوبروتين والاذر بارت اوف بروتين تبدي تضغط على الفيسلز وور، تسوي لنا كانه انفلاماتوري رياكشن، يعني كتفاعل يسوي لي انفلاميشن. راح يبدي هذا التفاعل، راح تبدي تجي خلايا المونوسايتس، اللي هي المونوسايت اول خلايا تطلع بالانفلاميشن تجي الى مكان البي صار ويكنس او المكان اللي صارت بيه بروبلم، راح يبدا نذني الانفلاماتوري سيلز اللي من ضمنها المونوسايت شو يسوون بايند تو ذا ريسبتورز اللي موجوده بالاندوثيليال وول، راح تبدي ترتبط بالريسبتورات اللي موجوده بالاندوثيليال وول. شوي شوي ذني راح يبدا مايجريشن انما للانتما اللي موجوده بالفيسل وول. هاي المونوسايتس راح تبدي تاخذ وياها هذني انواع الدهون الضاره اللي من ضمنها اللو دنسيتي LDL اللي هو low density lipoprotein أو OX اللي هو oxidized low density lipoprotein، تبدي ذني المونوسايت تاخذهن وياهن وتطببهن للوول مال vessels. CRP هو C reactive protein، هذا فد بروتين synthesized by the liver ويروح طبعا ينفرز من الليفر الى البلود ستريم when there is an inflammatory أو when there is an inflammation in the body. فايضا راح يجي السي رياكتيف بروتين هم يبدي يدخل بالانتيمال وول، راح تجي هي المونوسايت تاخذ كل هاي الليبيد، تبدي مثل ما تشوفون هنا تاخذ الليبيد بيها وتسوي انفلتريشن، راح تكوني خلايا يسموها فوم سيلز. فوم سيلز هذني يعني هن ماكروفاجز اور مونوسايتس ماخذ بنصها ليبيد يسموها فوم سيلز، راح تبدي هاي الفوم سيلز تدخل الى الاندوثيليال لاير وتدخل وياهن بنفس الوقت، بس تدخل تبدي شنو هاي الفوم سيلز يصير بها ديستراكشن تتكسر وتفرز الليبيد او تراكم الليبيد مثل ما تشوفون شلون الليبيد يتراكم يصير مثل الجبل يتراكم داخل الاندوثيليال وول، فهاي شغلها انه تدخل الليبيد من برا لفوق عن طريق الانفلاميشن وسلسلة التفاعلات وتبدي تتكون الليبيد. شوفوا هنا شلون انفصلت اللاير، هاي اللاير الخارجية البيضة اللي اشر عليها، هاي اللاير بدت شوي شوي تصعد هاي الاندوثيليال لاير، وهذا النيل فوم سيلز بدت تدخل الليبيد من برا لجوا وتبدي تراكمهن شوي شوي تضيق الفيسلز، يعني دي يصير ريليز للكونتنت مال الفوم سيل. بهالاثناء ايضا دي يصير عندي سموث سيل او سموث مسل سيل بروليفريشن اند مايجريشن، هذني الحمرات الصغيرة هذني السموث مسل سيلز اللي هي العضلات المرساة اللي موجودة داخل الشريان، راح ابدا ذن هم يصير بهن مايجريشن من اللايرات الانتيما والميديا، من لايرات الميديا العفو تبدي توصل لايرات الانتيما الميديا الوسطية الانتيما القريبة على القريبة الانسايد مال فيسلز اللي هي الطبقة الداخلية، فراح تبدي هاي المسلز سيل تكون ان بتوين، تكون بين يعني صار اكو مسل جوا الليبيد من الخارج ومن الداخل، فده يسوي لي مركب قوي. بعدين ايش راح يصير عندي؟ تبدي شوي شوي يصير بيلد اب، طبعا الانفلاماتوري سيلز البقيه اللي من ضمنها البنتراكسين 3
بنتراكزين 3 هو ايضا من عائله السي رياكتيف بروتين اللي هو سي ار بي، هذا اكسبريسد سبيسيفيكلي بالاثيروسكليروتيك ليجن. وطبعا تيجي البليتلت، هاي الصفيحات الدمويه همين تيجي بوقت الانفلاميشن حالها حال المونوسايتس، وراح تبدي هاي تشوفون هذا المركب، وبعد بعوامل هوايه مو كلش ناخذ احنا بالتفصيل، بس هي هاي الفكره تدخل هواية تبدي تشوفون هذا الأصفر فات وبي رياكتيف بروتين وبي هذا الرمنت لايبوبروتين وبي الفايبروبلاست، هذا كله مركب، هذا احنا نسميه الأثيروما، هاي يسموها كلها الأثيروما، هاي الأثيروما متجمعة نتيجة أي تير أي تير أو أي ألسريشن بالوول. شو راح يصير عندي؟ هي هاي يسموها بلاك رابتشر او ثرومبوس فورميشن، هاي صارت بمكانها ومتشلبه طبعا بالوول بالاندوثيليال وول، هاي يسموها ثرومبوسس. كلمه ثرومبوسس قلنا هو تضيق بالاوعيه الدمويه، او هي الخثره اللي موجوده بس لازقه بهذا الوعاء الدموي ومضيقته مثل ما تشوفون، هاي يسموها ثرومبوسس. امبوليزم راح يجي مجرى الدم راح يشلع هاي الكتله، راح يشلع هاي البلاك، يحركها الى غير مكان، هذيك يسموها امبولس، راح اسوي بغير مكان امبوليزم. فهاي فرق الثرومبوسيس او الثرومبوس عن الامبوليزم. Any breach in the integrity of the plaque will expose its content to blood and will trigger platelet aggregation and thrombosis. This may cause partial or complete obstruction at the site of the lesion or distal embolization, resulting in infarction or ischemia of the affected organ. هاي مثل ما حكيت لكم اياها هسه نفس الفكره. شوفوا هنا هاي الصوره اللي حاط لكم، هذا نورمال كورونري ارتري، هذني الكورونري ارتريز اللي قلنا اللي موجوده تغذي القلب، اللي ممكن يسبب مشاكل ويسبب لنا مشاكل ischemia او infarction بالقلب. Atherosclerosis دي يضيق، هذا شوفوا الجدار شلون دي يصير دي يضيق. Atherosclerosis with blood clot هاي نفسها صار عندنا ulceration او تير بيها بالاثيروما، فصار عندي thrombosis، هاي blood clot بمكانها thrombosis، من تتحرك الى غير مكانها شو تسوي لي؟ embolism. هسه هاي blood clot تقريبا ساده المجرى بالكامل. يبقى انتم المفروض تعرفون الاسكيميا والانفاركشن، بس راح اذكركم بيها. الاسكيميا هي شنية؟ means that an organ is not getting enough blood and oxygen، يعني الاسكيميا هي قلة بالblood supply والoxygen supply to a specific organ. فمن اقول ischemic heart disease اللي هو محاضرتنا مال اليوم، نفس التسمية اسمها coronary heart disease ونفس التسمية اسمها coronary artery disease، معناها problem in the heart. زين. The number and complexity of arterial plaques increases with age and risk factor, but the rate of progression of individual plaques is variable. There is a complex and dynamic interaction between mechanical wall stress and atherosclerotic lesion. Fissuring or rupture tend to occur at site of maximal mechanical stress, particularly the margin of an eccentric plaque, and may be triggered by a surge in blood pressure such as during exercise or emotional stress. فمثل ما قلنا طبعا اعداد التعقيدات الارتيريال بلاكس راح تزداد with the age. مثل ما قلنا ال age is an important factor and in causing arterial plaque and also an important risk factor in causing atherosclerosis. فطبعا اكو يعني علاقة طردية بين الميكانيكال وول ستريس، يعني فد اني ميكانيكال ستريس على الوول مال ارتريز اللي يصير بسبب هيفي ميل، يعني واحد ماكل فد وجبة ثقيلة بيها دهون، بسبب الكولد اللي يسوي فيزو كونستركشن ويسوي هم بريشر يزيد البريشر على الارتري وول، او بسبب مرض الهايبرتنشن
اللي هو هم يزيد البلاد بريشر ويزيد البريشر على الفيسل وول. هذان كلهن ممكن يسببن فيشرينج او رابتشر بال، مثل ما جربتكم بالصورة بالسلايد السابق، رابتشر ويطلع لي البلاك والاثيروما، ممكن يسبب لي ثرومبوسيس او امبوليزم بذاك الفيسلز. فاني سيرج ان بلاد بريشر، سيرج يعني ارتفاع حاد بالبلاد بريشر نتيجة الاكسرسايز ابسط شيء او الايموشنال ستريس. لذلك يشوفون امراض القلب، يعني الناس اللي عندهم امراض قلب تلقى عادة انه يقول لك انا مشيت كيلو او مشيت فترة او صعد الدرج، ويكمش يخلي ايده على صدره يتأذى لان صار عنده اكسرسايز، هذا الاكسرسايز سوالي ستريس على الفيسل وول، بالتالي ممكن يسبب لي اسكيميا او انفاركشن للمريض اللي عنده مشكلة بالفيسلز. فلذلك هذول يعني يوصى لهم ان يكون فد مودريت او مايل تو مودريت فد اكسرسايز بسيط، مجرد يقوي عضلات القلب ويغذيها، مو اكسرسايز يكون مؤذي لعضلات القلب، مثل يمشي مسافة طويلة او يشيل ثقل او يصعد درج تكون متعبة له وسبب لي فد ميكانيكال ستريس على الوول وسبب لي اسكيميا له. هذا فد صورة يطلع لكم الستيجز مال اثروسكليروسز نفسها اللي حكيناها ب 6 ليفلز او 6 ستيجز. اول ستيج مثل ما تشوفون يكون الفيسلز تقريبا محتفظ بالقطر مالته، فد اكو فد ليجن بسيط صايره فوم سيلز مثل ما حكينا، ورا الفوم سيلز هاي النقاط الصفراء الناعمه بدت الليبيد اكيوميليشن اللي يصير بالوول، وراها راح تبدي ليبيد بولينج، يعني الفوم سيلز اللي دخلت الليبيد راح تبدي تتخلى عنها، وراح يبدي شوي شوي يصير عندي جبل او درج بالمكونات مال الليبيد. بهاي الدرجة راح يبدي يزيد لي مكونات الليبيد، وتبدي وحدة تندمج بالثانية وتجي وياها المصل سيل والى اخره، راح يبدي يسبب لي او يسوي لي الاثيروما ليجن. وراها الاثيروما راح تبدي تجي الفايبروبلاست اللي هي الموجودة بالعضلات مال فيسل وول، وتندمج وياها وتسوي لي ليارات متعددة ويصير بها كالسيفيكيشن، ممكن ترسبات، وتبدي هنا تصير ثيك قوية، هنا يسموها فايبرو اثيروما. وراها الفايبرو اثيروما المرحلة اللي وراها اي ستريس قوي على الوول، اي عامل او ريسك فاكتور ممكن يسبب لي شنو فتير او ديفكت بالوول، ممكن يسبب لي ثرومبوسيس او امبوليزم. فمثل ما قلنا الكورونري ارتري ديزيزز او الاسكيميك هارت ديزيزز ايش راح تشمل؟ راح تشمل عدة أمراض بالقلب اللي من ضمنها الستيبل أنجينا اللي هي احنا نسميها الذبحة الصدرية المستقرة، أنستيبل أنجينا اللي هي الذبحة الصدرية الغير مستقرة اللي تكون كلش مشابهة بالميكانيزم وبالباثوجينيسيس وحتى بالأعراض للمايوكارديال انفاركشن اللي هي الجلطة القلبية. عندي الهارت فيلير اللي هو عجز القلب، الأريثمية اللي هي عدم انتظام أو خلل بدقات القلب، والساتن ديث اللي هو الموت المفاجئ. هذان كلهن من ضمن الكورونري ارتري ديزيز. طبعا بالمناسبه انتم سامعين بالسي سي يو اللي هي شنو، هاي سي سي يو، سي سي يو اللي هي احنا نسميها وحده العنايه المركزه، يسموها كورونري كير يونت، كورونري كير يونت. هذان وحده العنايه المركزه اللي موجوده تشمل نفس هاي الامراض اللي احنا دايما نحكي عليها اللي كلها بسبب الكورونري ارتري ديزيز. هاي بعض المعلومات عن الكورونري ارتري ديزيزز. قلنا الستيبل انجينا اللي هي الذبحه الصدريه هي اسكيميا ديو تو فيكس اثروميتوس ستينوسيس اوف وان اور مور كورونري ارتريز. فمجرد الستيبل انجينا مجرد هي عندي تضيق بالشريان، الشريان ما مسدود، فلذلك ابو الستيبل انجينا ما عنده اي يعني نيكروسيس او ما عنده اني ديد ماسلز بالهارت، مجرد تضيقات بالشرايين والسبب له بين فتره وفتره الام بالصدر وضيق بالنفس الى اخره من الاعراض راح ناخذها هسه. الانستيبل انجينا هي اسكيميا كوز باي دايناميك اوبستراكشن اوف كورونري ارتري ديو تو بلاك رابتشر اور ايروجن وذ سوبر امبوزد ثرومبوسيس، نفس المايوكارديال انفاركشن، هنا الاسكيميا تكون اقوى
لان هي انستابل تكون اقوى، وتكون اكو فد دايناميك اوبستراكشن عندي، اكو فد اليمنت مسوي له اوبستراكشن للفيسلز بسبب البلاك اللي هم تكون رابتشرز او صار بها اروجنز ضيقت الفيسلز، او وياها سوبر امبوزد ثرومبوسيس ايضا سبب لي فيسلز ستينوسيس، ويبقى هذا دائمي. بس شنو فرقها عن المايوكارديال انفاركشن؟ انه هاي الانستابل انجينا ما قاعد تسبب لي نيكروسيس بالهارت ماسل. المايوكارديال انفاركشن هي مايوكارديال نيكروسيس كوز باي اكوت اوكلوجن اوف كورونري ارتري ديو تو بلاك رابتشر اور اروجن اوف سوبر امبوزد ثرومبوس. نفس الانستابل انجينا، بس الفرق هنا سوت لي مايوكارديال نيكروسيس، يعني اكو جزء بسيط او كبير من عضلة القلب مات، صار بي نيكروسيس. فلذلك هي خطورة المايوكارديال انفاركشن اللي احنا دائما نختصرها نقول ام اي، هي يعني من اكثر الحالات اللي نواجه احنا بالطوارئ اللي هي الام اي، واخطر شيء ولازم كلش نتفاعل وياها بسرعة، لان صار عندي نيكروسيس، اكو جزء من الشريان يعني الشرايين اللي تغذي عضلات القلب هواية، واحد من هاي الشرايين او اكثر من واحد صار بانسداد حاد، للتالي انسد، بدت المكان والعضلة مال القلب اللي يغذي هذا الشريان بدت تموت، والعضلة اللي بالقلب تموت بعد ما ترجع يصير بها فايبروسيس. فلذلك المرضى اللي يصير عندهم احنا نسميه اكستنسيف مايوكارديال انفاركشن، يعني اكثر من فيسلز بنفس الوقت ينسد، ممكن راسا المريض يموت ما نلحق عليه. فلذلك هذا النيكروسيس يكون كلش خطر وكلش حاد، ويحتاج تداخل سريع وعلاجات سريعة، ممكن قسطرة سريعة إلى آخره، حتى نقلل الدمج إيش قد ما نقدر عن الهارت. الهارت فيلير عجز القلب اللي ممكن ينتج طبعا عن انفاركشن أو اسكيميا مزمنة، أرثمية اللي هي altered conduction due to ischemia or infarction. الأرثمية ممكن تيجي نتيجة الاسكيميا والانفاركشن، ممكن نتيجة غير أسباب، فيصير عدم انتظام ضربات قلب او تسارع بضربات القلب، هاي كلها يسموها ارثمية، يعني الرثم مال هارت او الرثم مال هارت يصير بيه مشكلة. والسادن ديث اللي هو الفنتريكولار ارثمية من ضمن الكوزز، اسيستول او ماسيف مايوكارديال انفاركشن اللي حكيت لكم عليها، وهواي اسباب له. هسا نحكي على الريسك فاكتورز. طبعا احنا واحد حكينا على الاثروسكليروسيس لان قلنا هو تقريبا العامل الميجر والرئيسي بامراض القلب اللي تصير، وخاصه امراض القلب اكثر شيء يصير بالادلتس اللي هم فوق الخمسين سنه وصعودا، فغالب العوامل راح تكون متعلقه بالاثروسكليروسيس. وهاي الريسك فاكتور اللي راح نشيها هم هي كلها ريسك فاكتور للاثروسكليروسيس. فمانى ريسك فاكتور هاز بين ايدنتيفايد فور اثروسكليروسيس بس ذا كوزز ار انكومبليتلي اندرستود since unknown factors account for about 40% of the variation in risk from one person to the next. Our risk factor هو الـ age and sex. مثل ما قلنا الـ age is the most powerful independent risk factor for atherosclerosis and gender also plays a role. مثل ما قلنا الـ age independent risk factors وما تقدر تتغيره، هو الإنسان كل ما يكبر بالعمر هو خلاص risk factor للأثيرو سكليروسيس. الجندر مثل ما قلت لكم الفيميل تكون مور بروتكتد ضد الاثروسكليروسيس والهارت ديزيز، بس قلنا شنو عمر الخمسين وجو يسموها بريمينوبوزال وومن، يعني اللي قبل يعني النساء اللي قبل لا تتوقف عندهم الدورة تتوقف باعمار 45 الى 50 او فوقها بشوية، فما طول هالدورة موجودة يعني العمر 50 وجوه، هذول عندهم low rates of disease لأن عندهم قلنا الهرمونات النسائية تشتغل اللي هن الاستروجين وغيرها، إذا يكون أصلا protective للفيميل ضد الهارت ديزيز، يعني بين قوسين محظوظات، بين قوسين المرت اللخم شنصات. ورا عمر 50 بعد راح يصير مينوبوز، راح تتوقف الدورة، الهرمونات راح توقف، فراح يصير ورا عمر 50 سنة راح تكون الريسك تقريبا مقاربة بين الفيميل والميل. الجينيتكس العوامل الوراثية، atherosclerotic coronary artery disease often runs in families and a positive family history is a common in patients with early onset disease. يعني شنو؟ يعني طبعا الجينيتكس، طبعا كل الأمراض يعني غالبية الأمراض إذا مو كلها بها جينيتك فاكتور، بها جينيتك إليمنت، أي فاميليز
عندهم family history مثلا، خاصة ال first degree relatives اللي هم الأب الأم الأخوان الجد إلى آخره، ذول المقربين كلش. هذول إذا عندهم family history مال heart diseases أو coronary artery diseases فممكن يكون أكو طبعا بال siblings مالتهم، يعني الأولاد مالتهم أيضا coronary artery disease. وهذول اللي عندهم coronary artery disease يعني family history positive، ممكن ذول الأمراض اللي تبدي عندهم مال coronary artery disease، احنا قلنا دائما هي تبدي ورا الخمسينات، فهنا ذول ممكن يبدون early age يعني بعمر مبكر، خاصة بالمين جوا الخمسين وبالفيميال جوا الـ55. احنا هالمحاضرة كلها راح نظل نحسد بالبنات لان هن محظوظات، يعني تكون الريسك مالتهن اقل ضد الكارديو فاسكولار ديزيزز يعني الكورونري ارتري ديزيزز. فاللي عندهم فاميلي هيستوري ممكن الكورونري ارتري ديزيز يبدي بعمر اصغر من اللي ما عندهم. السموكينج العامل الثالث، there is a strong relationship between cigarette smoking and coronary artery disease especially in younger below 60 years individuals and this is probably the most important modifiable risk factor. طبعا هواية يعني ناس يعرفون انه السموكينج هو risk factor for many disease، بس الغالب يبقون طبعا يدخنون وما يقطعوها. والسموكينج هو يعني على المدى البعيد بين الريسك فاكتورز مالته، يعني مو نيجي واحد صار له 10 او 15 سنه يدخن وممكن يصير عنده مشاكل، لا يعني ممكن يوصل عمر السبعينات يلا يبين هذا ريسك فاكتور، يعني قصر بحياته، ممكن هو يعيش 80 سنه بس من وراء السموكينج راح يكون واصل عمر ال 65 او السبعين. يعيش بس الشباب يقولوا لي يلا هو احنا اذا وصلنا السبعين بالعراق نعم الله، فبقت عليها 10 سنين خلي تولي. طبعا this is probably the most important modifiable risk factor، يعني من ضمن العوامل اللي انا اقدر اسويها modification اقدر اتحكم بيها او اقللها هو السموكينج. يعني الايج والسكس انا مو بيدي اتلاعب بي، الجينيتكس هم مو بيدي، وباقي العوامل هم غالبيتها مو بيدي، بس السموكينج هو اكثر واحد انا اقدر اتلاعب بي واقدر اعدله واقدر اقلل الريسك من وراه. hypertension طبعا الـ incidence of atherosclerotic increases as blood pressure rises يزداد طبعا we increase blood pressure. الـ hypercholesterolemia أكيد من تصعد الـ serum cholesterol level فراح يصعد الـ risk factors، ممكن الـ low density lipid أيضا تصعد، وهذا كلهن راح يسببن يعني ريسك فاكتور للكورونري ارتري ديزيز. دايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكري، طبعا هو بوتنت ريسك فاكتور فور اور فورم اوف اثيروسكليروسيس، خاصه اهل التايب 2 دايابيتس ميليتس اللي يصير بالادلت، والتايب 1 غالبيته يصير باليانج ايج. السكري هو من الامراض اللي يعني كلش تكون خطرة إذا موجودة عند مريض عنده كارديو فاسكولار ديزيز، عنده كورونري ارتري ديزيز، لأن هي فد ريسك فاكتور لكل أنواع الأثروسكلروسيس. وطبعا ما راح يكون فيسلز واحد انفولف، راح يكون عنده مولتيبل فيسلز انفولف بالدايابيتس ميليتس، فلذلك هو difficult to treat. وطبعا ها بيها عوامل فيزيائية، وهاي من ضمنها الانسولين ريزيستنس واللي هي أيضا ممكن تكون مصاحبة مع الأوبيسيتي والفيزيكال انكتيفيتي، كلهم ذني ريسك فاكتور فور كورونري ارتري ديزيز. هيموستاتيك فاكتور لايك بليتليت اكتيفيشن اند هاي بلازما فايبرينوجين كونسنتريشن ار اسوشييتد وذ انكريز ريسك اوف كورونري ثرومبوسيس وير از انتي فوسفوليبيد انتيبوديز ار اسوشييتد وذ ريكرنت ارتريال ثرومبوسيس، يعني امراض تؤدي الى تخثرات بالدم او تزيد نسبه التخثرات بالدم ممكن تسبب امراض الثرومبوسيس وتجمع البليتلتس، فهي ايضا من ريسك فاكتور للكورونري ارتري ديزيز. طبعا الفيزيكال اكتيفيتي اللي هي ريجولر اكسرسايز اللي هو البريسك ووكينج السايكلينج اور سويمينج فور 20 مينيتس 2 اور 3 تايمز ا ويك هاز ا بروتكتيف افكت. فهنا أنا طبعا ان كلش ضروري انه هذا الفيزيكال اكتيفيتي فد عامل كلش كلش مهم، وممكن يقلل دبل تايمز ذا ريسك اوف كارديو او كورونري ارتري ديزيز. لذلك تشوفون برا عندهم
فتسيستم انه على الاقل 3 ايام او 4 ايام اسبوعيا، كل مره من 20 الى 30 دقيقه عندهم رياضه، عندهم اما سويمينج او سايكلينج او ووكينج او تريدميل رانينج سلايد رانينج، هذني كلش مهمه. فممكن توصلون اهاليتكم، ابهاتكم، امهاتكم، الناس الكبار عندهم عندكم بالعمر يسوون الفيزيكال اكتيفيتي، لان هي كلش كلش تقلل الريسك مال كورونري ارتري ديزيز بصوره عامه، وحتى الريسك مال اثروسكليروسيس. طبعا الاوبيسيتي خاصه اذا سنترال او فرانكل، اكو عندنا تايبس اوف اوبيسيتي اللي هي السمنه، من ضمن التايبات اللي هو اخطر واحد السنترال مثل ما تشوفون بالصوره اللي هي المركزيه، تشوفون هذا الجدار مال البطن، هاي العضلات، هاي الابدومينال كافيتي، هذا الفات اللي موجود بين الاحشاء وبين العضلات وال abdominal cavity، هذا يكون كلش risk factor for coronary artery disease. الكحول excess alcohol consumption is associated with hypertension and cerebrovascular disease. الدايت اللي هو deficient in fresh fruit vegetables polyunsaturated fatty acid are also associated with an increased risk of cardiovascular disease. طبعا البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هي شنو هي البولي؟ اكو ساتوريتد فاتي اسيد واكو انساتوريتد فاتي اسيد. البولي انساتوريتد فاتي اسيد هي هاي زايد الكارديو فاسكولار ديزيز، اللي هي ذني الدهون احنا نسميها الصناعيه اللي هي مو طبيعيه، اللي بدرجه حراره الغرفه تجمد، اللي موجوده بالاكلات السريعه وغيرها، ذني كلها انساتوريتد فاتي اسيد اللي هي هارمفول فاتي اسيد. الساتوريتد اللي هي الموجودة طبيعيا، اللي موجودة مثلا بالمكسرات، اللي موجودة بزيت الزيتون، اللي موجودة بالدهون الحيوانية الطبيعية، هذني ما يسوون ريسك. يعني طبعا هي كل شيء بكثرة اكيد هو ريسك فاكتور، بس ذني اذا واحد ياخذهم باعتدال مو ريسك فاكتور فور كارديو فاسكولار ديزيز، بس الصناعية هي الريسك فاكتورز فور كارديو فاسكولار ديزيز. البيرسوناليتي مثل ما قلنا البيرسوناليتي هي يعني الفكرة انه طبيعة البيرسوناليتي لبعض الانديفيدوالز، بعض البيبل يكونون under always under stress always under tension، فهاي هذول التايب من البيرسوناليتي هذول ممكن يكونون معرضين الى cardiovascular diseases او coronary artery disease more than other type of personality. يعني البيرسوناليتي اللي تلقى دائما يشاق ويضحك ومرتاح هذا اكيد اقل من البيرسوناليتي اللي يكون دائما مسترس ومعصب ويتعارك وروحه بخشمه بين قوسين. طبعا السوشيال ديبريفيشن هذا كلش متعلق بالكارديوفاسكولار ديزيز. اللايف ستايل اللي يعيشها البيشنت، الشغلات اللي يسويها اللي من ضمنها السموكينج والالكوهول وغيرها، لقوا انه البيرسون اللي هو سوشيالي ديبرايفد يعني هو معزول مجتمعيا وما يحتك وما له علاقة بباقي الناس وما يختلط، يعني يكون هذا معرض اكثر الى كارديوفاسكولار ديزيزز. فلذلك هاي اخر سطر انه الـ current guidelines recommended that treatment threshold should be lowered for patient from social deprived area. فلذلك شافوا انه ذول الـ area او الـ person اللي هو social deprived يكونون الـ threshold يعني بداية استعمالهم الادوية الضغط او ادوية القلب او الفحوصات القلبية الثريشولد يكون اقل من باقي المناطق. يعني باقي المناطق مثلا كل واحد يشكي من الم صدره بعمر الخمسين يجوز يسوي له ECG تخطيط قلب او ايكو او يسوي له فحوصات متعددة، بهاي المناطق لا الثريشولد راح يكون اقل، يعني بعمر الاربعين او الخمسة واربعين ممكن يبدو له بهالامور. راح نجي على المانجمنت مال اسكيميك هارت ديزيز. عندي two approaches، عندي primary prevention وعندي secondary prevention.
primary prevention, which means the aims is to introduce lifestyle changes or therapeutic intervention to prevent coronary artery disease and other form of atherosclerosis in the whole population or in healthy individuals with an elevated risk factor for the diseases. ايش تضمن هذا اللي primary prevention؟ طبعا هي strategies تضمن do not smoke, take regular exercise minimum of 20 to 30 minutes 3 times per week at least, maintain an ideal body weight, eat a mixed diet rich in fresh fruits and vegetables, aim to get no more than 10% of energy intake from saturated fat. هذني ال primary prevention. أصور كلهن واضحات. ال secondary prevention شنو معناه؟ Involves initiating treatment in patients who already have had an event with the aim of reducing the risk of subsequent events. ف secondary prevention معناها إنه أبدي treatment. ال primary prevention أسوي له هذني ال strategies. راح ناخذ هسه فد شيء بسيط على الامراض اللي حكيناها اللي كلهن تابعات للكورونري ارتري ديزيز. الانجينا بيكتوريس اللي هي قلنا الذبحه الصدريه، راح ناخذ شيء بسيط عليها. طبعا هي سيمتومز كومبلكس كوز باي ترانزيت مايوكارديال اسكيميا مثل ما حكيت لكم، which occurs whenever there is an imbalance between myocardial oxygen supplies and demand. يعني من يكون فد عندي امبالانس بين الحاجة مع عضلات القلب للأكسجين والدم مع حاجة القلب اللي هيكون اكو فد امبالانس بها، فهذا راح يبدي يسبب لي اسكيميا للقلب، وهي طبعا يعني تكون ريفيرسبل، يعني مجرد ترجع البلد للمايوكارديال ماسلز راح يرجع القلب الى حالته الطبيعية. Atherosclerosis is pathogenesis مالتهن هم نفس الشيء. Atherosclerosis is by far the most common cause of angina pectoris. Angina may also occur in aortic valve disease and hypertrophic cardiomyopathy and when the coronary arteries are involved with vasculitis or aortitis. Approximately 10% of patients who report stable angina on effort have normal coronary arteries on angiography. طبعا هو الاثروسكلروسيس الموست كومون كوز. الانجينا ممكن تحدث بالناس اللي عندهم aortic valve disease، يعني مشاكل بالصمامات الشريان الابهري، مشاكل بكارديوميوباثي تضخم القلب، ومشاكل نتيجة التهابات الشرايين القلبية او الشريان الابهري. تقريبا 10% من الناس اللي عندهم stable angina pectoris تسوي له انجيوغرافي، يعني تصوير او صبغة تلونية لشرايين القلب، راح تلقى شرايين مال القلب مالتهم normal. يعني اكو هسه راح تشوفون اكو كوزات ما السبب لتخثر، مثل ما هسه راح ناخذ اول كوز اللي هو الكورونري artery spasm، فتلقى طبيعي تسوي له تخطيط ملون لعضلات القلب ولشرايين القلب راح تلقى normal. الكوزز، كوزز عندنا واحد من عندها الكورونري ارتري سبازم، يعني التقلص بالشريان التاجي للقلب. انجينا ماي ريزلت فروم فازو سبازم اوف ذا كورونري ارتريز، ذس ماي كو اكزيست وذ اثروسكلروسيس خاصه ان سبيشالي ان ذا انستابل انجينا، بات ماي اوكر از ان ايزوليتد فينومينون ان ليس ذان 1% اوف كيسز ان بيشنت وذ نورمال كورونري ارتريز اون انجيوغرافي. This is sometimes known as variant angina اسمها الثاني. When it is accompanied by transient ST elevation on the ECG it is termed Prinzmetal's angina. Coronary artery vasospasm يعني دي يصير عندي vasoconstriction للvessels لفد coronary vessels او عدة coronary vessels. هذا الvasoconstriction عم ننطي دراج راح يرجع يصير vasodilatation وترجع الامور طبيعية. ممكن الكورونري ارتري سبازم او نيروينج يكون مصاحب مع اثيروسكلروسيس، هنا راح نسميها انستابل انجينا، لان قلنا هناك راح يصير ريدكشن فعلي بالبلد سبلاي للهارت ويكون شويه اخطر من
انجينا بكتوريس العادية اللي هي ستيبل. ممكن انت تسوي فحوصات وتحاليل للكورونري ارتريز بالانجيوغرافي. انجيو يعني فيسلز، جرافي يعني تلون، فانجيوغرافي يدفعون في الصبغة بالشرايين تطلعها، تطلع لك الصورة مال الشرايين، راح تلقى الشرايين كلها طبيعية، ما بيها اي تضيق، ما بيها اي سبازم. هنا راح نسميها variant angina، يعني انجينا متغيرة، يعني هي مو فعلا انجينا، بس لكون انطت نفس الاعراض، نفس الالم مال الصدر، نفس الامور، وسوينا فحوصات تحاليل طلع كل شيء ما عند المريض، مجرد يجوز تقلصات عادية، فراح نسميها variant angina. واذا هاي التقلصات سويناها احنا الفحوصات والانجيوغرافي وهم طلعت نورمال، بس لقيت التخطيط مال القلبي فد ST elevation. الاست اليفيشن يعني فد ارتفاع باحدى كهربائيات القلب، هاي هم طبيعيه بس اسمها راح يصير برنز ميتلز انجينا، انه هي هم طبيعيه بس عندها ارتفاع باحدى اشارات القلب الكهربائيه، اللي احنا راح تخوفني انا عبالي راسا انه هاي جلطه قلبيه، بس نسوي انجيوغرافي او قسطره للشرايين مال القلب نلقاها كلها طبيعيه، فهاي اسمها برنز ميتل انجينا. هذا السبب الاول. السبب الثاني اكو فد شيء اسمه سيندروم اكس، هذا يسموه constellation of typical angina on effort objective evidence. هذا عدة عوامل ملتمة اللي هي objective evidence of myocardial ischemia on stress testing، وعدي normal coronary arteries on angiography. هذان ثلاثة من الجمع نسميهن سيندروم اكس، يعني من المريض يجيني عندي typical angina on effort، يعني المريض ده يشكي من اعراض نموذجيه للانجينا بيكتوريس من سوالف الجهد، وسويت له ستريس تيست هم انطاني فد اوبجكتيف فايندينج مال مايوكارديال اسكيميا، ورجعت سويت له انجيوغرافي طلع عن كلهن normal coronary arteries. هذا راح اسميه سيندروم X. many of these patients are women، غالبيه ان البنات الصراحه يفترن علينا يقولون ها يا ابو عمي مو محظوظات، لان طلع عندهم السندروم اكس غالبيته يصير بالومن. And the mechanism of their symptoms is often unclear. ما معروف شلون يصير. This disorder is poorly understood. It carries a good prognosis but may respond to anti-angiogenic therapy. هو هذا ما بيشي يعني، ولحد الان poorly understood ليش ده يصير، والبروجنوسيس مالته يعني النتيجه مالته تكون good. ومرات احنا اول تالي نعطيهم انتي انجينال ثيرابي، انتي انجينال دراج، ويستجابون الى ويل. اذر كوزز مال انجينا بيكتوريس ممكن تكون ايورتيك ستينوسيس، تضيق بالشريان الابهري، ممكن هايبرتروفيك اوبستركتيف كارديوماثي مايوباثي، مرض امراض اعتلال القلب، والايورتايتس، او بعض المرات يكون مصاحب مع الفاسكولايتس. الكلينيكال فيتشرز مال انجينا بيكتوريس شلون يجيني المريض بريزنتيشن؟ راح يجيني سنترال تشيست بين، الم مركزي بالصدر، ديسكومفورت، يحس المريض انه عنده عدم راحه او بريثلسنس او ضيق نفس، يعني مدى يجي مرات يقول دكتور مدى اقدر يعني مدى اقدر اشتم الهواء، مدى اقدر اتنفس زين، هيك يحس، او يحس عنده عدم راحه او تشيست بين. هذا predictably precipitated by exertion or other form of stress and is promptly relieved by rest. طبعا الانجينا بيكتوريس من هي من عواملها انه هو المريض من يقول لك يا بك انت سويت، يقول لك انا ماكل وجبه ثقيله، او دكتور مشيت مثلا كيلو، او شلت فد شي ثقيل من هنا، او سويت رياضه، او ضحكت وما اعرف ايش سويت الى اخره، فسوى فد جهد معين صارت عنده الانجينا، والتشخيص مالتها انه تعرفها انجينا مو مايوكارديال انفارك. احنا دائما نقارن المريض اللي يجينا كانجينا او مايوكارديال انفارك، شنو هن ذني اهم اثنين، فانه هاي الانجينا بيكتوريس هي تو ريليفد باي ريست، يعني من تقعد المريض وتريحها الاعراض مالتها تخف عليه، فهاي نعرفها مو كلش سيريس. الفيزيكال examination is frequently unremarkable but should include a careful search for evidence of valvular heart disease or important risk factor كهايبرتنشن or diabetes.
يعني من انا افحصهم ما عندهم شيء، ما القى عندهم فد شيء معين، ما عندهم فد اعراض واضحه حتى هو الوصف اللي يوصف لي اياه. فاني الجا مرات اسوي له تخطيط مال القلب، وغالبيتهم دول الانجينا بيكتوريس ممكن هم يطلع التخطيط مالتهم مال القلب نورمال. ف انتبه انا على الريسك فاكتور اللي موجوده عنده اللي هي الهايبرتنشن والدايابيتس، اللي عندنا يكون الريسك فاكتور عاليه. طبعا انتبه على الدايابيتس خاصه، يعني الأهل المرضى اللي يجون عندهم دايابيتس يكونون البين ثريشولد مالتهم ضعيف جدا او سوري يعني عالي جدا، يعني المريض هو ممكن يصير عنده اسكيميا قوية ومتأذي وبعد القلب مالته يموت ويجيني هو ما عنده اي آلام. ذول اهل الدايابيتس لان ذول السنسيشن مالتهم يقل. فمن يجيني هذا المريض اني ايش راح اسوي له؟ فد هذا فد مخطط بسيط، فالدايجرام بسيط على الورك اب. من يجيك مريض وتشاك بي عنده انجينا، اول شيء راح تاخذ كلينيكال كونسلتيشن من عنده وهيستوري واكزامينيشن، راح تاخذ منه معلومات وهو راح يسولف لك وراح تفحصه. الخطوه اللي وراها شكيت انا عنده فد مشكله بالقلب، راح اسوي له بلود تيست من ضمنها الاي سي جي. بلود تيست مرات نسحب له على مود ماده التروبونين ياخذوا له مباشره. هاي ماده التروبونين يصير بيها، هي ماده طبعا تطلع من عضلات القلب، من يصير بيها destruction، من تبدأ عضلات القلب يصير بيها destruction تطلع مادة التروبونين. فهذا التحليل عادة موجود بوحدات السي سي يو اللي هي العناية المركزة. من يجي مريض عنده chest pain يسوي له تروبونين، إذا طلع positive التروبونين معناه هذا احتمال مو انجاين، هذا احتمال myocardial infarction، يعني عنده فد ischemia والاسكيميا تحولت إلى infarction. الاسكيميا ممكن تكون reversible إنه هي قطع بالبلاد سبلاي مؤقت عن عضلات القلب أو عن أي جزء من الجسم، وممكن بس توخر الكوز يرجع. بس الانفاركشن هو لا كومبليت كلوز، يعني العضلة اللي دي يوصل لها هذا البلد للتالي انقطع وماكو اي افرع ثانية دي توصل الدم، فيصير انفاركشن. انفاركشن يعني موت لهاي العضلة، ومباشرة وراها ممكن يتحول الى نيكروسيس. فهذا التروبونين تيست هو من ضمن البلد تيست اللي احتاجه، وياها اسوي تخطيط للمريض. بعض الحالات احتاج تشيس اكس راي حتى تشيك القلب والحجم مالته والسايز مالته، وبعض المرات احتاج ايكو كارديوغرافي اللي هو الايكو. هذني سويتن وصلت النتيجة وصلت، ما وصلت مرات المريض نسوي له تخطيط ويطلع نورمال. فاكيد سامعين يسموه التخطيط مال الجهد اللي هو الاكسرسايز اي سي جي. هذا المريض اجى عرض لجهد معين وهو ويركض على التريدميل، انا اسوي له تخطيط مال القلب حتى اعرف انه هاي الانجينا ده صار عنده وذ اكزيرشن لو لا. فهنا انا راح تجي لي شغلتين، انه انا هل حصلت على فد كلير دايجنوسيس مال انجينا اي او لا. اذا حصلت على كلير دايجنوسيس يس، فراح اجي ابدي هذا البروتوكول مال تريتمنت مالته. اذا نو فراح اجي افكر بغير شغلات، اجي افكر انه اقول هذا نون انجينال تشيست بين وانا عندي دا اقرا نورمال اي سي جي، يعني هل هو هذا الالم مالته ما ناتج من الانجينا، ودا يقرا التخطيط مالته طبيعي. اذا اي فمعناها اقول يس، اجي على انه هذا معناها نو كورونري ارتري ديزيز، يعني هذا مو مشكلته بالقلب ولا مشكلته بالاوعيه الدمويه مال القلب ولا مشكلته كتجلطات بالقلب. فاجي ادور على الترناتيف دايجنوستس، ادور على فد دايجنوستس جديد. اذا لا هو مو يعني هو ليس بنون انجينال تشيست بين ولا عنده نورمال اي سي جي، يعني عنده اي سي جي بي مشكله وعنده انجينال تشيست بين، بس بنفس الوقت هاي القبله كلها ما قدرت توصلني الى فد تشخيص معين. هنا راح الجا الى اسوي له كومبيوتد توموغرافي اللي هو سي تي سكان وذ كورونري انجيوغرافي اللي هي يعني دفع صبغه بالشرايين القلبيه. فهنا ممكن تطلع لي في الدايجنوسيس مال نون اوبستركتيف كورونري ارتري ديزيز اللي ممكن اسوي لها بريفنتيف ثيرابي، وممكن اجي اكمل البروتوكول العلاجي اللي هو مال نفس اللي اشخص به انجانا اللي اشخص به اوبستركشن بالكورونري ارتري. فراح انطي بريفنشن ثيرابي وبعدين انطي انتي انجينال دراج، وبعدين ممكن الجا الى خيارات ثانيه هسه راح ناخذها اللي هي من ضمن الانجيوغرافي وريفاسكولاريزيشن مال فيسلز، هسه راح ناخذهن. ورا ما كملت الورك اب والانفستيجيشن مال المريض مالتي، هسه راح اجي انطيه العلاج شلون اعالجه. اول شيء education and reassurance with medical advice، دائما انطيهم reassurance كلش مهم، انه دائما اطمن المريض
دائما اصعد من معنوياته وانطي نصيحة طبية. شنو هي النصيحة الطبية؟ نفس البرايمري بريفنشن اللي اخذناهن، هي do not smoke, aim for ideal body weight, take regular exercise, avoid severe unaccustomed exertion and vigorous exercise after heavy meal or in very cold weather, وtake sublingual nitrate before undertaking exercise that may induce angina. نفس العوامل اللي اخذناها، انه لا يدخن، يحافظ على وزنه طبيعي، ياخذ exercise. الexercise شنو؟ طبعا ولا ما شخصت انجينا. الexercise شنو؟ exercise انه هو يشتغل، يتمرن، بس يعني لحد ما يوصل الى مرحلة انه راح يبدي عنده الم في صدره، او راح يبدي عنده الم او احساس بعدم الراحة، بس لازم ما يتجاوز المرحلة، يعني قبل لا يوصلها يتوقف، لان اذا تجاوزها راح تسبب له مشاكل ترجع له الانجينا. هاي الفكرة تفيده انه promote the collateral vessels، يعني شوية تعرض القلب الى جهد ممكن يفتح له اوعية دموية collateral احنا نسميها ثانوية، يعني شلون كأنه مجرى مسدود فيفتح له اوعية دموية ثانوية حتى يعبر الدم من غير يعني من غير مجرى ثاني. قلنا avoid severe unaccustomed exertion، يعني لازم يبتعد عن الجهد والرياضة الكلش قوية، ويبتعد عن الوجبات يعني الثقيلة جدا، وال very cold weather. طبعا هاي احنا من كنا نداوم بالطوارئ، يعني هواي مرضى شو وقت يجونا، اتذكر بالشتاء كانوا يجونا الفجر بالاربعاء بالخمسة الصبح من يكون كلش ال weather cold، لان ال cold weather ممكن يسوي لي vaso constriction يعني تقلص بالاوعية الدموية، ممكن يجيب لي الاتاكات مال انجينا. فلذلك الكولد وذر كلش مؤذي بالنسبة خاصة لذول الاولد ايج، خطية الكبار بالعمر، ممكن يجيب لهم الاتاكس اوف انجينا اور ذي كارديوفاسكولار ديزيزز. الهيفي ميل كذلك، هو كنا نقعد بالطوارئ من يجونا، احنا دائما ناخذ من عندهم الهيستوري يعني التاريخ المرضي والتاريخ الحالي ايش صار، فيجي يقول والله دكتور ضرب لي باتش اليوم من الصباحيات، لو يجي يقول لك ضارب باجلة بالدهن، لو يجي يقول ضارب مثلا فد شكو بعد أكلة ثقيلة، فد جدر دومة، زين هذين الأكلات الثقيلة، أو يقول لك ما كل قوز وضارب لي أهل كبراتها، هاي الهيفي ميل هم مباشرة نتيجة الفات اللي يصير بالبلاد يروح على الاثيروما اللي اخذناها والاثروسكليروس، يسوي لها ديتاشت وممكن راسا يسبب لها ازمه قلبيه. وكذلك الفيجيريوس اكسرسايز، التمارين العاليه اذن كلهن والجهد العالي البدني ممكن يسبب له الاتاكس. هنا شنو بعد من الادفايس؟ هو ان المريض مشخص عنده انجينا، فسبلينج وال نايتريت هذن يسمونه جليسيريل تراينيتريت، اللي هي نفس الانجسيد اذا سامعين بيها، هذا الحب تحت اللسان، هذا دائما المريض يكون ابو الانجينا عنده بجيبه، لان هي قلنا الانجينا هي عبارة عن تقلص بالاوعية الدموية، فد انسداد بسيط بالاوعية الدموية، اذا يبقى فترة طويلة طبعا ممكن يؤذي القلب، بس اذا من يجي لحظيا مباشرة ياخذ هاي الحبة تحت اللسان، هاي شغلها من دقيقتين الى اربع دقائق مباشرة تشتغل، راسا توسع له الاوعية الدموية، راسا الالم مالته يخف ويروح. وطبعا هاي الحبة هم نعتبرها وسيلة لتشخيص الانجينا بيكتوريس، لان ابو الانجينا بيكتوريس من ياخذ الحبه يرتاح، ابو المايوكارديال انفاركشن اللي هو ابو الجلطه القلبيه، والابو الانستابل انجينا من ياخذ الحبه ما راح يرتاح، راح يبقى عنده الالم. فاذا واحد عندنا كبير بالعمر بالبيت وعنده ذبحه صدريه ومشاكل بالقلب، ياخذ حبه مال لسان او حبتين، اذا راح الالم خلاص يعني يقدر يبقى بالبيت والامور اوكي، بس اذا بقى الالم عنده لازم تاخذوه للمستشفى، لان هذا معناها ممكن عنده صار جلطة قلبية. The principles management هي a careful assessment of the extent and severity of arterial disease, identification and the treatment of risk factors, advice on smoking cessation, introduction of a drug treatment for symptom control, identification of high risk patients for treatment to improve life expectancy. هذني واضحة كل حكيناها. هسه راح نحكي فد نبذة مختصرة عن الأدوية اللي ممكن نستعملها. All patients with angina secondary to coronary artery disease should receive antiplatelet therapy.
طبعا المرضى اللي عندهم امراض القلب كلهم نعطيهم انتي بليتلت ثيرابي اللي هن يعني مضادات للتجلط حتى تمنع البليتلت اللي راويتكم اياها بالصورة من تجي البليتلت على الاثيروما وتجيها مسوي لنا اتاشمنت وممكن يسوي لنا بعدين ديتاشمنت وتسوي بلي لان البليتلت هي من العوامل اللي تبدي لي الانفلاماتوري رياكشن اللي ممكن يطلع لي الاثيروما. فعلى مود امنع التجلطات والثرومبوسز اللي يصير فانطي انتي بليتلت ثيرابي من ضمن الاسبرين اللي كلكم سامعين بيه اكيد ابو 75 ياخذ حبه يوميا، كلوبيدوجرال ابو 75 اللي اسمه الثاني يسموه بلافكس، هذان اثنين انتي بليتلت، فهذان ضروري انه واحد منهم ذني ينخذ لهذول المرضى. والشي الثاني طبعا قلنا من درسنا اعطيتكم بالصوره في العوامل المؤثره على الاثيروسكليروز، قلنا البليتلت والانفلاماتوري رياكشن مالتهم شنو العامل الاخر؟ الليبيد اللي هي الدهون. فلازم كلهم ياخذون ايضا استاتين. استاتين هو فد ليبيد لورينج ايجنت، هو فد ماده تقلل الليبيدز اللي موجوده بالبلط، فلذلك تقلل لي احتماليه حدوث التجلطات او الثرومبوسيس او الاثيروما ديتاشمنت. بعد من ضمن الدراجات الرئيسيه اللي ناخذ الانتي انجينال دراج هن عندي سبلينجوال جليسيريل ترينيتريت اللي قلنا هذا الانجسيد اللي هو هذا الحب تحت اللسان هو هذا اهم واحد، ويكون دائما احتياط الشيشه موجوده يم المريض، تلقوهم ذول الكبار العمر حاط الشيشه بجيبه وقاعد ساكت شوكت ما يصير عنده ياخذ حبه ويحطها تحت اللسان. بعد من ضمن الادويه البيتا بلوكرز اللي حكيت لكم عليها بمحاضره الانتي هايبرتنشن دراكس، الكالسيوم شانل انتاغونست اور بلوكرز، قلنا البلوكرز نفس الانتاغونست. عندي لونج اكتنج نايتريت اللي هي تشتغل على مدى ابعد من السبلينج والجليسيريل ترينيتريت، هذا اللي كدراكس وحاكين عليها بمحاضره الانتي هايبرتنشن. اذا المريض اللي دا ياخذ كومبينيشن من فد دراجين من هذني او اكثر وماكو فد ريسبونس ماكو فد اكسبتابل ريسبونس، هنا راح نلجأ الى ريفاسكولاريزيشن شود بي كونسيدرد. شنو الريفاسكولاريزيشن؟ يعني اعيد فتح الشريان المسدود. عندي تو اوبشنز، الاوبشنز الاول اللي هو هذا بعد يعني انترفينشن اللي يسموه يعني تداخلي اللي هو البيركوتينيوس كورونري انترفينشن اللي هو نسميه PCI. هذا البي سي اي هو فد انترفينشن، هذا يتضمن انه اجيب اني فاين جايد واير ادخله عن شوفون هسه مثلا هاي الصوره مال الهارت، اكو هنا فد ستينوسز يعني فد تضايق باحد شرايين القلب ودي يسبب لي فد مشكله قلبيه انجينا ولا اسكيميا ولا الى اخره، فراح ادخل فد جايد واير. طبعا هالجايد واير من اجيبه اني؟ عن طريق الراديال ارتري او فيمورال ارتري، الراديال ارتري اللي موجود هو باليد والفيمورال ارتري هو الفخذي اللي موجود بالفخذ الشريان الفخذي under radiological control، يعني الطبيب يلبس هذا الدرع مال راديولوجي ويخلون تحت اشعاع حتى الطبيب يشوف شلون يدخل الجايد واير ويبدي يصورون بالاشعاع والطبيب يدخل يفتح يا اما من ايده من الشريان مال الايد اللي بصف جف الايد هذا اللي ينقيس من النبض يسموه راديال ارتري او الفيمورال ارتري اللي جوا يم الفخذ يصير بمنطقة اتصال الفخذ باسفل البطن هناك اكو الفيمورال ارتري يدخلون من هناك يفتحون فتحة صغيرة ويدخلون هذا الجايد واير اللي يشوفه بالصورة الاولى هذا يدخل بالشريان هذا بدينا من جوا او من فوق يدخل بالشريان رجوعا للشريان الابهري لحد ما يوصل للقلب هذا الجايد واير يعني مثل القسطره يدخل يوصل الى منطقه التضيق اللي انا دباوعها قدامي بشاشه عن طريق راديوغرافي يعني اوصل واشوفها هي هاي المنطقه مال التضيق فمن شفت المنطقه مال التضيق ايش راح يسوي راح يدفع بالون هذا هو نفسه هذا الكاثيتر بي بالون يفتح البالون حتى تشوفون هاي المنطقة مال الانسداد تضيق يدفع البالون حتى يوسع منطقة الانسداد يرجع يفتح للشريان مرات مرتين ثلاثة يفتح بالبالون ويعيفه
يعني يجي عصر الاثيروما اللي موجوده يمنى ويسرى، يقلل الحجم مالته ويفتح الارتري. والاضبط من عنده من يطلع يرجع هنا، انا شكو موجود فوق البالون، اكو هاي يسموها ستنت، يعني عبارة، اكيد سامعينهم بيها. هاي العبارة يحطوها مثل ما تشوفون، يسموها سيلف اكسباندد ستنت، يعني هو مجرد يحطها يفتحها بعد ما ترجع تنسد، حتى تبقي المكان مال التضيق اللي كان موجود ومسبب الاسكيميا راح تبقيه مفتوح، ويصير كأنه عبارة موجودة خالص، يعني هاي كلها شبكة موجودة تعبر، ستنت يسميها احنا. فهذا البي سي اي. الثانية هو احنا نسميه كابج، يجوز اكو بيكم ناس سامعين بيه، هذا اللي هي عملية تبديل الشرايين مال القلب. طبعا هاي عملية كبرى، involve major surgery under cardiopulmonary bypass, but in some cases graft can be applied to the heart, to the beating heart of pump surgery. طبعا هاي العملية تكون اكو في جهاز معين يحول القلب، يحول الدم اللي دي يوصل القلب يتوزع على باقي الجسم، راح يتحول الى جهاز معين، حتى هذاك الجهاز هو يقوم بمكان بمقام القلب بينما انت تشتغل وتبدل الشرايين مال القلب. واكو عملية يشتغلوها على نفس القلب، يعني يحاولوا يسوون تحويل بمسارات مال الشرايين، وما هو القلب هو دايما يشتغلون عليه. فهنا أنا طبعا عادة تكون من اكو اكثر من 3 شرايين او 4 شرايين من سده، وهذا الوقت بعد ما يفيدها قسطرة وفتح إلى آخره، فعادة يوصل المريض يقولون يحتاج لك عملية تبديل شرايين. فهاي معنى الكورونري ارتري باي باس جرافتنج اللي هي كابج. هسه راح نجي ناخذ على حكينا هاي كلها على بدنا نحكي على الانجينا، قلنا راح نحكي ساعة بعد على النقطتين الثانية اللي هي هم تابعة للأكيوت كورونري سيندروم، اللي هي unstable angina والمايوكارديال انفاركشن اللي قلنا ذني more serious more dangerous than the angina. هن اثنين هن تقريبا متشابهات بفروقات بسيطة. unstable angina is characterized by new onset or rapidly worsening angina، يسموها crescendo angina. اذا تكون rapidly worsening angina يسموها crescendo angina. angina on minimum exertion or angina at rest in the absence of myocardial damage. مبينة من التعريف شنو فارقها عن المايوكارديال انفاركشن، انه هي راح تكون more dangerous than unstable angina، more dangerous than the angina، تكون rapidly worsening، وتكون طبعا with minimal exertion يعني اقل جهد بسيط تسبب لي الالم وتسبب لي الاعراض. بنفس الوقت لحد الان ما عندي myocardial damage، ما عندي موت بعضلات القلب، ما عندي damage، عكس المايوكارديال انفاركشن اللي هي راح تسبب لي مايوكارديال دامج، اللي هي يقول differ from stable angina since there is evidence of myocardial necrosis or damage. The term acute myocardial infarction اللي هو ال MI should be used when there is evidence of myocardial necrosis in a clinical setting consistent with acute myocardial ischemia. نفس الحاجة. Acute coronary syndrome may present as a new phenomenon in patients with no previous history of heart disease or against a background of stable of chronic stable angina. Approximately 12% of patients with acute coronary syndrome die within 1 month and 20% within 6 months of the index event. فطبعا يعني للأسف ممكن تجي انه المريض ما عنده اي شيء، ما يشكي من اي شيء، وغالبيتهم طبعا يجون هواية هيك شيء انه ما عنده اي شيء يدل على انه عنده امراض قلب او مشاكل قلب، ويجي مباشرة ك acute coronary syndrome المريض. طبعا 12% من هذول المرضى راح يتوفون خلال شهر اهل ال acute coronary syndrome، و 20% ممكن يتوفون خلال 6 اشهر من الحدث اللي صار عندهم، خاصة هذول اللي ما عندهم اي سوابق. شنو هي العوامل اللي تخليني اقول هذول يعني راح يتوفون او راح يصير عندهم مضاعفات خطره مقارنه بباقي الناس اللي طبعا اللي يصير عندهم acute coronary syndrome. The risk markers that are indicative of an adverse prognosis include هذول اللي يصير عندهم adverse prognosis، اتوقع الاسوء لهم، هذول اللي يجوني with recurrent ischemia، with ischemia متعدده،
هذول اللي يجوني with extensive ECG changes at rest or during pain، هذول اللي أسوي لهم تخطيط مال قلب بوقت الراحة مالتهم أو بوقت الألم، من أسوي له تخطيط حق عنده extensive changes يعني ألقى ال ECG مالته كله مضروب كله مخربط. هذول اللي عندهم raised troponin I or T level، هاي اللي قلنا التروبونين اللي هو العامل اللي يتحرر من عضلات القلب اللي يصير بها دمج. هذول اللي يجوني with arrhythmias اللي يصير عندهم عدم انتظام ضربات القلب، اكو عدم انتظام ضربات اذيني وبطيني بيه هواي تفاصيل. اكو اللي ذولا يجوني with hemodynamic complication during the episode of ischemia، يعني يجوني hemodynamic complication يعني اكو مشكلة بالضغط مالتهم كهايبوتنشن خاصة، يجون مو هايبرتنشن يجون كهايبوتنشن يعني معناها الحمل الضرر كلش قوي على عضلات القلب بحيث بدا يسبب لهم هبوط بالضغط. هذول اتوقع لهم الاسوأ اللي يجوني عندهم اكوت كورونري سيندروم وعندهم هاي المضاعفات وياها. كباثوجينيسيس هم مقاربة للشي اللي اخذناه مال اكوت كورونري سيندروم اللي قلنا تشمل الانستابل انجينا والمايوكارديال انفاركشن. Almost always occur in patients who have atherosclerosis. هذا atherosclerosis أبو البلاوي. وين ما أكو acute coronary syndrome أو وين ما أكو coronary artery disease ألقى atherosclerosis لازم. In acute MI, occlusive thrombus is almost always present at the site of rupture or erosions of atheromatous plaque. مثل ما قلنا الـ MI هي thrombus أو embolism سادة الـ vessels. اذا اخذ علاج زين المريض ومتابعه زين هاي الثرومبوس ممكن يعني يصير بيها spontaneous lysis over the course of the next few days. وبهالاثناء طبعا راح يكون انه صار عندي بعد irreversible myocardial damage، قلنا هاي مشكله الام اي راح اسوي لي irreversible myocardial damage لان هي راح تسد الشريان وراح تقطع الدم عن جزء معين من القلب وراح يصير بيه نيكروسيس وراح يكون بيه irreversible damage. فلذلك راح يظل المريض اذا هي المايوكارديال انفاركشن ضربه في جزء بسيط من القلب ممكن يعدي ويبقى على علاجات وهاي ويعدي ويعيش حياه سعيده. بس اذا صير عنده ريكيرنت او ضربه مثلا في جانب كبير او صار اكستنسيف اكثر من شريان ضربه، هنا ممكن يؤدي الى مضاعفات قويه ومن ضمنها طبعا الوفاه. طبعا الام اي هي يعني العامل المهم مالتها الوقت، كل ما المريض اول ما يصير عنده الم يتعالج بسرعه ياخذ حب المضاد التخثر او قسطره بسرعه ممكن تعدي اموره احسن. لان هاي الصوره اللي دي تشوفوها حاط لكم اياها هذا التايم كورس اوف مايوكارديال انفاركشن، على هذا طبعا كل الاحمر المرسوم هذا عود القلب وهاي البطينات والاذينات مالته، وراسم لك هنا هاي المنطقه الصفراء كلش مكتوب عليها اسكيميا. من الاسكيميا قلنا ممكن هي تتطور الى تصير انفاركشن يعني بدأت تقتل جزء من عضلة القلب. هاي باول ساعة الانفاركشن بهالمكان، المريض على ما طاب على ما اجى على ما وصل المستشفى على ما ياخذ الادوية على ما الادوية تشتغل ورا 4 ساعات شوف الاريا مال الانفاركشن ايش قد زادت، شوف ورا 8 ساعات ايش قد زادت، ربع عضلة القلب طارت ورا 8 ساعات. فلذلك هي كلش مهم بها عامل الوقت. زين ايش عندنا بعد؟ بعد راح ناخذ الكلينيكال فيتشرز العوامل او الاعراض اللي يجي بها المريض with coronary syndrome. زين عندنا السيمتومز والساين. من يقول لي شنو معنى السيمتومز وشنو معنى ساين؟ كل مرض بيه سيمتومز وساين اكيد انتم سامعين بها. شنو معنى symptoms وشنو معنى signs؟ وقفوا التسجيل مو أظل أنتظركم تفكرون، وقفوا التسجيل وبعدين سمعوا شو راح أقول لكم. symptoms والساين، symptoms هي الأعراض اللي يحكي يعني المريض يحكيها يوصفها، يعني المريض يجي يقول عندي ألم بركبتي، يجي يقول عندي صداع، عندي وجع براسي، يجي يقول عيني مغوشة، يجي يقول عندي ألم بصدري، هاي السيمتومز هاي المريض ده يوصفها. يجي يقول عندي تقيؤ، يجي يقول عندي لعبان نفس، يجي عندي تشنج إلى آخره، هذني السيمتومز. الساينز هو الشغلات اللي يشوفها الطبيب
اللي هي ممكن تنقاس وممكن تنشاف من قبل الطبيب. فهاي معنى الساينز وهاي معنى السيمتومز. السيمتومز مال اكوت كورونري سيندروم هي prolonged cardiac pain اللي هي تجيني دائما، يقول عندي ألم بصدري، هذا الألم اللي هو بصدري أحسه يضرب على رقبتي أو يضرب على حنجي، خاصة إيدي اليسرى كلها دا تخدر أو كتفي اليسرى دا يخدر، مرات يصير عندي ألم بظهري ومرات يصير عندي ألم بمعدتي، هذان كلهن كوصف للألم. ومرات طبعا هذا مو نموذجي، مرات هواية كانوا يجونا مرضى للطوارئ يقول بس عندي دكتور ألم بمعدتي، فإحنا كعندنا بروتوكول وعندنا قانون، كل واحد يجينا فوق 50 أو 60 سنة عنده ألم بمعدته بس يأشر على معدته عنده ألم نسوي له تخطيط مال القلب. يعني هواي قمنا نلقى بيهم عندهم جلطات تطلع جايين فقط على ألم بالمعدة، حتى ألم صدر ماكو. شنو بعد يجي؟ طبعا هاي سبحان الله يجي المريض كلش anxious وكلش fear of impending death، يعني نشوف المريض مباوع عليه على ملامحه نقول هذا كلش خايف، هو هم يكون كلش حاس وكلش خايف يحس روحه راح يموت. هاي هواية كنا نشوفه مهميش، يعني هذا الشعور مال impending death يكون موجود عند ذول المرضى. يجون عندهم ممكن nausea vomiting، يجي عنده طبعا تقيؤ ولعبان نفس، وهذا يميز الأكوت كورونري سيندروم عن الأنجينا اللي هي بسيطة. الأنجينا قلنا مجرد تضيق وذبحة صدرية عابرة، ما يصير عندهم لا تقيؤ ولا لعبان نفس، بينما ذولا ممكن يجون مع التقيؤ ولعبان نفس. breathlessness اللي هو ضيق النفس، ممكن يجون collapse syncope يقول لك دكتور أنا إذا أمشي وأقع أمشي وأقع يغمى علي. هذاني symptoms. The signs pallor، يجي المريض شاحب تلقى وجهه أصفر هيجي مبين هيج كلش مريض. sweating هذا كلش عامل مهم، هواي بيهم من يجي كاموش صدره أو يقول لك دكتور عندي ألم بصدري تلقاه دا يتعرق وياها. طبعا تاكيكارديا نحط إيدنا على النبض نلقاه كلش عالي، تاكيكارديا يعني زيادة بنبضات القلب أكثر من 100. ممكن يجيني vomiting أشوفه أني، ممكن يجيني أيضا bradycardia هم انخفاض ضربات القلب بالحالات المتقدمة اللي يصير بيها دمج للهارت. ممكن low grade fever، ممكن علامات الأخت يجيني هي علامات مضاعفات أو علامات بعد صارت دمج للمايوكارديال مصل اللي هي من ضمنها الهايبوتينشن يعني هبوط ضغط الدم، راح يصير عندي ويا اوليجيوريا قلة الادرار، راح يصير عندي ويا كولد بيريفريز يعني اطراف باردة، ها معناها بدا يصير عندي دامج للهارت. نارو بلس بريشر يعني تحط يدك على البلس تلقاه ضعيف جدا. ريزد جيجولار فينوس بريشر هاي طبعا نفس العامل مال هايبوتينشن. الجيجولار فينوس بريشر هذا فد وريد يكون بالعنق موجود واضح، المريض من يكون نايم طبعا الدم يرجع من كل أنحاء الجسم، يرجع وين؟ يرجع بالأذين right atrium. right atrium على اتصال مباشر بالjugular venous pressure بالjugular vein، فالمريض من دي يرجع عنده البلوت بالright atrium والقلب تعبان وعضلاته دي يصير بها necrosis ودمج، ما راح يقدر يدفع الدم إلى باقي أنحاء الجسم، فراح يبقى الدم collected وين؟ بالright atrium، وكل ما يرجع الدم ما راح يندفع بالكامل، راح يبقى جزء من عنده، فراح يصعد عندي الجيجولار فينوس بريشر، راح يبدي الدم يتجمع يعني بالفينز الرئيسيه اللي موجوده بالصدر لحد ما يوصل للجيجولار فينوس بريشر. فالمريض من نايم راح اضع الاورده مالته او هذا الوريد الجيجولار فينوس كلش واضح بالرقبه مالته، فاهم علامه انه مال مايوكارديال دامج. وبعد هاي علامات ثانيه اللي هي ثيرد هارت ساوند، الهارت بصوتين السيستوليك والدايستوليك، احنا نسميها لوب دوب S1 S2، من اسمع S3 الصوت الثالث معناها هذا ممكن اكو عندي بعد مايوكارديال دامج. كوايت فيرست هارت ساوند يعني الصوت الاول مال القلب يكون كلش خافت. لانج كريبيتيشن يعني اجيب السماعه اسمع القواعد مال الرئتين يمنى ويسرى القفل بيها في صوت معين احنا نسميه كريبيتيشن، هاي يعني شيء شغلات خاصه بالاطباء. هذان كلهن عوامل مال impaired myocardial infarction.
واكو complications ايضا تصير من ضمنها الميترال ريجرجيتيشن والبيريكارديتس. هذا هم شغلات يعني خاصة بالاطباء وما لا دخلكم بها. مانجمنت طبعا هذا يختلف عن الانجينا. الانجينا هم كريتيكال بس هذا مور كريتيكال، فكل المرضى اللي عندهم اكيوت كورونري سيندروم لازم ادخلهم للمستشفى urgently. وسبيشالي يعني they should ideally be managed on dedicated cardiac unit اللي هي احنا نسميه CCU coronary care unit. هناك راح يكون عندي expertise for monitoring of the case and resuscitation of the patient، وكل شيء هناك available، كل الأدوية والشغلات والمونيترات اللي تعالج هال coronary acute coronary syndrome راح تكون موجودة، فلازم ادخله بالانتنسيف كير يونت. شنو الادويه اللي ممكن انطيها؟ انالجيسيا وانتي ايميتيك، لان هو ممكن يصير قلنا عدة. طبعا البين، ليش انا مهم اعالج البين؟ البين راح يسبب لي فيزو كونستركشن، اي وجع بالجسم راح يبي يسبب تقلص بالشرايين الموجوده. زين انا المريض اللي عندي هو اصلا عنده مشكله تقلص بالشرايين او عنده انسداد بالشرايين، وانا ودي يصير عنده الم، فراح ازيد عدة تقلصات مال الشرايين. من يزيد عدة تقلصات الشرايين راح يبدي يقل الاكسجين سبلاي، وانا كلش ذولا مهم عندهم. تشوفون اول ما يدخل الطوارئ يحطوا له اكسجين، لان الاكسجين سبلاي راح يكون كلش قليل للقلب، عضله القلب تموت بسرعه، فانا احاول اوفر له اكسجين واحاول اوصله للاوعيه الدمويه اسرع ما يمكن. فلذلك ذولا يعطوهم مباشره، يعطوهم مورفين حتى مباشرة الألم رأسا يقل عده. الألم من يقل عده ممكن شوي يوسع الأوعية الدموية والنقصان بالأكسجين يعوضه، حتى يرجع المريض ياخذ ويعطي نفس براحته. من يكون متألم ما راح يقدر ياخذ، فما راح يقدر يوفر أكسجين. فلذلك الأنالجيسيا كلش مهمة. ريبرفيوجن ثيرابي، اكو فد أدوية معينة ترجع تفتح لهاي الشرايين immediately، ومن ضمنها طبعا اذا احتاج البي سي اي بيركوتينيوس كورونري انترفينشن ممكن افتحها بيه. ثرومبولايتك ثيرابي قلنا اكو فد ادويه خاصه وبها طبعا انديكيشن خاص شو كنت تنطيها، تفتح مباشره الشرايين المسدوده وتقضي على الخثره اللي موجوده. بس هاي طبعا العوامل انه الادويه عامل الوقت كلش مهم بيها، لازم يكون المريض معابر 8 الى 12 ساعه يلا اقدر انطيها، اذا عابر هالوقت بعد ما تفيده. من ضمنها طبعا هو اهم شيء الالتي بلايس او ريتلي بلايس واللي يسموه ار بي اي تي بي اي كانت اكو وهيومن تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر. انتي ثرومبوتيك ثيرابي اللي هن الاسبرين قلنا وجماعته، انتي انجينال ثيرابي اللي هي توسع الشرايين، رنين انجيوتنسين بلوكرز هذني ايضا تقلل الضغط و improve survival وتقلل لي recurrent MI، وبها فد ميكانيزم انه counteract الventricular remodeling فهمت مهمة. بعض الحالات المتطورة اللي ممكن تكون مصاحبة مع heart failure ممكن استفاد من السبيرانولاكتون اللي هو يقلل لي الفلويد والضغط اللي موجود على القلب. lipid lowering agent كنا مهمة، smoking cessation، diet and exercise، و rehabilitation اعادة التأهيل. قلنا ورا المايوكارديال انفاركشن المسلز مال هارت للاسف تموت بعد ما ترجع، فالمايوكارديال انفاركشن ياخذ 4 إلى 6 أسابيع حتى تتبدل هاي العضله الميته بفايبروس تشو. هاي الفايبروس تشو بعد راح تبقى هي خلاص بعد ميته وتليف بالقلب، وكل ما تزيد المايوكارديال انفاركشن والاتاكس راح تدريجيا تؤدي الى هارت فيلير عجز بالقلب بعد، والمريض ممكن تؤدي الى وفاه. اخر سلايد عندنا اليوم، محاضرة اليوم طولت كلش بها حكي هواية بس هحاول اختصرها قد ما اقدر. هنا المانجمنت هذا هم بروتوكول مانجمنت مال اكيوت كورونري سيندروم، نفس اللي حكينا هسه بس بشكل مختصر بشكل باراجراف. من يجيني المريض انا مباشرة راح اسوي له immediate clinical assessment، راح يجيني هو كلش متأذي وصدره مأذي وعرقان الى اخره، فرأسا راح ادخله احطه على اكسجين مباشرة اسوي له ECG تخطيط قلب،
وبنفس الوقت ادز على اهل المختبر يسوي له تروبونين تيست. تروبونين تيست هو تشكه مثل فحص الشوجر مال البلاد، تشكه وجهاز ياخذه. بهالاثناء طبعا اتشيكه اشوفه، انا بهالاثناء راح انطي اوكسجين، راح اجيب له فد مونيتور يقيس لي الريثم، يعني يقيس لي البالس، يقيس لي التخطيط مال القلب. راح انطي اسبرين اللي هو يعني راح انطي جرعة عالية علاجية 300 ملي جرام، مو 75، الحباية العادية 75 او 100، انا راح انطي 300. راح انطي هذا انتي كوغولين تيكاغرلير 180 ملي جرام، راح انطي ميتوبرولول اللي هو بيتا بلوكر، ومباشرة راح احوله الى كارديولوجي يونت، يعني ادخله سي سي يو كورونري كير يونت. عاد راح اشوفه وراها اذا عنده اس تي سيجمنت اليفيشن. قلنا الاس تي سيجمنت هاي فد علامه بالتخطيط مال القلب تقول لي انه هذا المريض عنده ماي، عنده ماي كارديال انفاركشن. اذا يس بعد خلص هذا راح يبقى بالكورونري كير يونت وعلى العلاجات مال كورونري كير يونت. اذا نو راح ابحث على غير اسباب، وننطي بعدين المريض تعليمات ثانية انه شلون يعالج روحه ويتابع روحه. ورا ما اكمل العلاج وبنفس الحالة انه بقيته بالسي سي يو يوم يومين، راح ابدي له بعد بالليت مانجمنت اوف ماي كارديال انفاركشن بهذا البروتوكول، وبنفس الوقت اذا طلع البيت هم يبقى عليهم. بكل شي قلنا لازم اكو لايف ستايل موديفيكيشن اللي هي يعدل الدايت مالته، يعدل الوزن، يقلل الدهون، يوقف السموكينج، يسوي ريجولار اكسرسايز. ويا بعد قلنا ريجولار اكسرسايز. طبعا هالميديتيريان دايت يجوز مر عليكم كذا مره بالمحاضره. الميديتيريان دايت هو دايت ريتش ان فيجيتابلز، فروتس، بعض الهيربس، بعض الناتس، البينز، الجرينز، ممكن some poultry products مثل ال dairy products، ال eggs، وممكن بعض الأحيان ال seafood. فمعناها هو بين قوسين diet يكون بعيد عن اللحوم الحمراء والدهون إلى آخره. فهاي ال type of diet سموه Mediterranean diet. بعد المريض شنطة انتي secondary prevention drug اللي هي انتي بليتلت اللي قلنا اسبرين وكلوبيدوغرل، هذني ضد الخثر، انتي بيتا بلوكرز، الاي سي انهبيترز، الاستاتين اللي هي الليبيد لورينج ايجنت، اذا عنده دايابيتس لو هايبرتنشن لازم اعالجهن، اذا عنده زيادة بالسوائل بجسمه او بالسوائل اللي موجودة بالقلب او بالرئتين انتي مينيرالوكورتيكو ستيرويد ريسبتر انتاغونيست من ضمنها السبيرانولاكتون اللي اخذناه، واسوي له ريهابيليتيشن. وبعد اكو بالحالات اللي كلش متطوره وانا اخاف على المريض ممكن احط له امبلانتابل كاردييك ديفيبريليتر، هذا يعني مثل الصعقه كهربائيه، من المريض يصير عنده خربطه بدقات القلب ينطي صعقه حتى يعدلها، يكون امبلانتابل يعني مزروع بصدره، وهو يصير بي سنسيشن انه من القلب يتخربط هو يعني ينطي صعقه كهربائيه حتى يعدل ضرباته. هاي بصورة عامة المانجمنت مال اكيوت كورونري سيندروم. ما دخلت بتفاصيل هاي الادوية لان حكيناها بمحاضرة الانتي هايبرتنشن، وهي مجرد تاخذون فكرة عليها فقط. شكرا جزيلا، هاي المحاضرة خلصت. بعد المحاضرات الجاية راح نكمل كارديو فاسكولار سيستم، وان شاء الله الجروب المفروض يعني يتفعل اليوم او باكر ان شاء الله، حتى اي استفسار اي ملاحظات عندكم اي شيء ما افتهمتوه نتناقش فيه بالجروب مال تليجرام ان شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامه.